السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله القاكم بخير وعلى خير، صحة جيدة. اليوم نهار جديد ورمضان، ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة، وباش ما تمنوا المسلمين ووليداتنا كما بغات الخاطر يا سيدي ربي. دابا نقدم لكم واحد ميني بيتزا صغيرة، كتجي رائعة وشكل زوين. وغنقدم لكم عجينة وحدة منها البيتزا، ومنها هاد البلاطو اللي كتشوفو منوع، نتوما كتشوفو جا زوين. دابا غندوز معاكم العجينة. دابا عندي شوية الملحة، عندي الخميرة زدت عليها 2 معالق سنيدة. دابا غنخوي عليهم الماء، خليها تفاعل شوية، حركها شوية باش تدخل هذيك الخميرة مع الماء في السنيدة. عندي 2 جبابن ونص جبانية سميدات الفينو، عندي كاس نص كاس زيت الزيتون، هاد العجينة ديال البيتزا وكرواسة. عندي بيضة وحدة، دابا انا غادي نخوي الخميره السنيده. راني عجنتها بالحليب، نص سيطره الحليب ما وريتوش ليكم. دابا انا غادي ندير العجينه تختبر لينا، وانتم معايا. طبعا انا غنغطيها ونخليها تختمر شويه، 5 دقائق حتى 10 دقائق، ونتلاقاو ان شاء الله. حيدو منا داك الهواء اللي فيها. هذاك الهواء دابا غنقطعها على 4. دابا ندوزو باش نشكلوهم. دابا غادي نبداو نشكلو، صايبو الشكل الاول. دهنا الطاوة ديالنا، ما كيفاش ندير ليهم، شدها ونضغط عليها من هنا. دوزو الشكل الثاني، نديرو ليه بحال الشكل ديال السفنج. غندير شوية الخل، شي بزاف، غير معلقة صغيرة. دابا غندهنو الكوارات ديالنا، دابا الباكيت ديالنا.
البواغون كله. واش كيقول لي الخشخاش؟ يقول باغو. حاولوا نثبتوه مزيان عليهم. طب انا قطعت هذه الفلفلة ديالنا خضراء وهذه الحمراء، انا كندير الطريقه ديالي. كاين اللي كيديرها خضراء، انا كنشحرها مع العطريه باش تجي البيتزا ديالنا بنينه من السبب العطريه. دابا غنقطع البصله وندوز نشحرهم وانتوما معايا. دابا انا غادي ندوز العطريه باش نشحر الفلفله والبصله. عندي الفلفله حمراء معلقة ونص، عندي سكينجبير، عندي الخرقوم، عندي الإبزار، عندي القزبر مطقوق. راه كيجي واحد فيه واحد المذاق رائع. غندير القزبر هذاك الصغر. عندي بودرة الثومة، عندي الزيت، عندي الملحة. دابا هي كتشنشحرو في الفلفلة والبصلة. دابا انا غادي ندوز البيتزا اللي كملتها. حاولوا ترقوها شويه باش ما تجيكمش غليظه. هاتو كيفاش كيفاش تجي دقيقة. دابا حنا غنقطعوها. بغيتو تقطعوها بهذا غيجيكم شوية كبير. كلهم دير لهم لاصوص. وندير الزيتون، دير زيتون خضر. فلافل بشويه صفراء والحمراء. دابا انا كندير الفرماج. اي عندكم فرماج ولا موتزاريلا ديروها. دابا نمشيو معاهم كلهم بهذه الطريقه تنكملوهم.
دابا هذه هي نهاية الفيديو. شو الطبق ديالنا تبارك الله جا رائع، والبيتزا ما نقولش ليكم، عجينة وحدة كتشكلوا منها ربعات الأشكال زوينين، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم، وفيديو مقبل إن شاء الله، وبسلامة عليكم، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، الله يحفظكم.